قال ايه؟ قال توثيق بطولات اجل الاتحاد يا ابويا اللي متاسس من قبل ما ينولد جدي 33 بطولة يهو يا رجال طير. لو الهلال بنفسه هو اللي موثق ما حطوه كذا. اجل النصر العالمي 23 بطولة. دحين ايش دخل عالمية يا ابويا؟ حتى الاتحاد عالمي. بعدين انتوا لكم سنين غايبين عن البطولات، يعني اكيد مجموعكم 23 بس. بس اسمعني زين وفتح اذانك معي ها. النصر اول عالمي في اسيا. المطلوب يضربوا العالمية حقتكم دي في 10. اي اسري انت اللي تسري وانت كمان تسري. المشكله مشكلتنا احنا يا اخوان، قلعه الكؤوس وما عندنا الا 31 كاس بس. كثير عليكم لان كل بطولاتكم كره ماء، كره طائره، وكره القدم كل 30 سنه بطوله. اقول يا شيخ اسكت، فرحان بال 23 بطوله دي وافتخر بيها؟ ترى اكثر من جمهوركم البطولات دي. الاقل الشباب ما قد انصقع سته وانسحب من قدام جمهوره. اقول لك شوف، انت ما بقي لك الا كم يوم وتموت، موت وانت طيب. ما كسبت ولا قامه. وهلالي في الصداره وكل الانديه بعده، وصداره بس. ايوه صداره بس. ايوه هلا بالعيال. صاحب الزعامه والفخامه والاكثر بطولات بكل تواضع يمسيكم بالخير. ايه من الحين اقول لكم ما نبي السياح، عارفين كلامكم اللي بتقولونه. لجنة الحكام، لجنة الانضباط، كلهم هلاليين. خرابيطكم هذه وفروها لكم، اوكي؟ اول شيء انت تقول مساء الخير، مساء الزفت عليك، وانت اسري بناديك نادي الحكومة. ايوه بنقول الكلام المكرر يا ابوي لانه حقيقة. الله يخلي لكم ابو زندة والدخيل وباقي الحكام. يا رجال خلهم يستانسون، 6 سنين ما جابوا الدوري يبغوا يفرحون فيه. صدارة بس. هيوا صدارة بس. أسا خلونا نشوف البرنامج. يا هلا ومسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ادعس يا دوري، معنا ابو غيداء ومعنا ابو صقر. نبدأ مع ابو صقر. انا اقول يا ابو بدر، من الاستخفاف بالعقل الاعتراف بهاللجنة غير شرعية. مجموعة بزارين متعصبين كان كل هدفهم بروزة نادي الهلال وإجحاف تاريخ بقية الأندية الأخرى. بزارين والله يا أبو بدر، بزارين. أجلد يا أبوي. أكو يا معلم. ليش بزارين؟ أنا أراها لجنة شرعية شكلت من الهيئة العامة للرياضة، وهي جهة رسمية، والاتحاد السعودي لكرة القدم بموافقته هو أيضا جهة رسمية. الاتحاد السعودي مش السلفادوري، مش الموزمبيقي، الاتحاد السعودي لكرة القدم هو المعني بإحصاء عدد بطولات وإنجازات الأندية السعودية. ليس من مهمة هذه اللجنة إعطاء النصر أو النادي الفلاني أو النادي العلاني أكثر مما يستحق لكي ترضى. شوف تغريداتهم بدر، شوف تغريداتهم. مش مهمة التغريدات، المهم العمل، العمل، الأرقام. عملهم غير منطقي وغير قانوني. توهم يلا خطط أجنابهم ويجون يحصون تاريخ أندية لها عشرات السنين. ملينا يا أبو بدر، ملينا. الغير منطقي والغير قانوني هي البربسة اللي قاعد تقولها. أنا أراها لجنة موفقة وبرافو. اجلد فديتك يا رجال. وين رايح أنت؟ قسم بالله أنها لجنة بزارين مهمتها إرضاء الطواقي. سوالف عجز، كل اللي قاعد تقوله سوالف عجز، ما يهذري المهذري إلا من حر السخونة. عنطلع فاصل. يا أخي غير ذا الهلالي يا شيخ، حط برنامج أبو جود أخلص. نتائج لجنة التوثيق غير مرضية ل 80% من الشارع السعودي. سببتوا التعصب، سببتوا المشاكل، سببتوا الفتن. ما تخافون الله، حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم اللي جالس يصير. المستشفيات مليانة، مراكز الشرطة مزدحمة، العالم فوق بعض. إلى متى هالظلم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا أخي أنا اشتغلت 50,000 ساعة شغل وساعة عمل، اشتغلت 1,000,000 دقيقة. أنا حفرت وأنا أشتغل علشان أوثق. أنا شغلتي هو توثيق، شغل توثيق بس. أنا سمعت عن قصاصة جريدة، رحت طقيت مشوار ورحت أجيبها لك علشان أوثق. أنتم تدورون في تويتر وراي، تدورون في تغريدات راحت. يا أخي أنا أغلط؟ نعم والله أغلط، كلنا، وأنتم تغلطون ولكم تغريدات غلطتوا فيها، كلكم غلطانين. يا أخي لا تدور، حرام عليكم، حرام. استريح، خلنا نعطي الكابتن يعلق. في الحقيقة أنا جاي من الكويت عشان انتقد لجنة التوثيق.
وانت جاي بس تنتقد لجنة التوثيق؟ يعني انت رئيس اتحاد سعودي كرة اليد، شنو علاقته بالتوثيق؟ اتحاد كرة اليد اللي تكلم عنه أنا حققت منجز، ليش ما تتكلمون عنه؟ ليش ما تبحثون عنه؟ أنا خلال 48 ساعة جبت لاعبين وقعت معهم من تونس، جبتهم نزلتهم الميدان جبنا الكاس. شنو علاقة هالحكي بالتوثيق؟ أكثر فريق جاب بطولات في كل الألعاب الرياضية هو نادي الأهلي الملكي. حبيبي الهلال تعدى 57 بطولة وهو الملكي غصب عليك. الأهلي هو الملكي شئت أم أبيت. تعال بالله عطني دجاجتين بخاري مع الرز وتوصالي في الرز البخاري. ايه لا لا عطهم هم حبة بخاري وحنا نبي حبة على الفحم ورز ابيض. خل كل صحن الحالة انضغط. بس والله يا زر هنيك على الاوردر، طرب محترم وترتيباته ترتيبات دنيئة. يا حبيبي الهلال الزعيم اكثر نادي محقق بطولات محلية وخارجية، شئتم ام ابيتم. بس للأسف حتى فاول في العالمية ما لعبتوه. ترشيح يا جماعة. ترى يدري اوه يدرون فشلتونا والله. شغل مكاتب لا ما استقرار. انا اول مرة اشوف فريق يقوم الصبح يقول روحوا كأس العالم. ترشيح ايه ترشيح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله. معكم ابو نوف مدير احد القنوات الفضائية. الحقيقة انا ما ودي اتطفل عليكم لكن شدني حواركم المثير، عجبتوني والله. ايه امرنا ابو نوف، تبي سلطة مطحون بصل؟ ابد الله يسلمك الخير واجد. انا قصدي ودي اتواصل معكم، انا ما غسلت يدي بس هذا الكرت حقي تاخذه. ابشر. تتصلون علي الليلة علشان يصير بيننا اجتماع. اجتماع بخصوص وشو؟ كل شيء في وقت احسن. ابي اجوبة صريحة وواضحة. لما تكون في نقاش رياضي حاد وتبي تنرفز واحد نصراوي، ايش تقول له؟ جحفلي. تقول له جحفلي، من يوم ما تجيب طاري 119 جحفلي تضيع لوم النصراوي ويدور حبوب الضغط. طيب والاتحادي؟ الخمسات والاربعات. اكره مع الاتحادي انك تذكره بنتائج مبارياته. خمسات واربعات. العالميه طال عمرك لهم سنين وهم يفحطون عليها ولا جابوها. نيشيمورا وسيدني، الكلمتين هذه يا ابوي سم في قلب الطواقي. الصومة طال عمرك من غير يسار ولا يمين، الصومة متعبة العالمين. اقسم بالله قول صومة كأنه قول جرثومة. وهذه العزومة بمناسبة توقيع عقودنا، ألف مبروك. الله يبارك فيك، وترى تونا بأول سلم النجاح والجاي أصعب. طيب بعد هالعزومة دي وين بنروح؟ بنروح بيوتنا. أي بيوتنا؟ دز الاستراحة العيال هناك. استهبل أنت. ايه خلاص يا حبيبي، الحين حنا محسوبين على الزعيم، شلة حسب الله هذولي ما نمشي معهم. ومن اليوم ورايح لازم تكون علاقتنا معهم رسمية، وكل كلمة محسوبة علينا وعليهم، ونكون يد واحدة. يجي، وإذا ما يجي نروح نجيبه ونجي. طلع لي عقود موسى وفيصل. ليه طال عمرك؟ هذول أساتذة كبار في الإعلام ونستفيد من طرحهم ومهنيتهم. الحركة تروح كلها على فلسفة ما لها داعي، حيثما وكيفما وموضوعية وكلام فاضي. المشاهد ما يبغى كذا، المشاهد يبغى أكشن وصراخ. شوف يا عامل، أنا جبتك هنا علشان أورديك بعض المقاطع من القناة اللي حنا سوينا العقد معاهم. شوف عندي يا جماعة، يا جماعة كلكم بتشاركون بس بالدور. أبو يزيد، ما رأيك في مدرب الهلال دياز؟ سيء. سيء؟ نعم، تكتيكيا في الملعب سيء، هو قاعد يجيب نتائج وفي الأخير الجمهور يبي النتائج. الهلال يقلي يقلي يا حبيبي. على فكرة دياز هذا كل يوم يدخل علي في تويتر ولقى التشكيلة. البارح وحقته. يدور تشكيلة وما لقى تشكيلة. اركد يا جوارديلا، لا يكون انت اللي بتعمل تشكيلة النصر. انت بالذات اسكت ولا كلمة، تفهم ولا لا؟ كبك من الهرج ذا. انت عارف من يوم انت صغير وانا اكتب على 8 عمود عناوين. لا يا حبيبي، انا ادرسك وادرسكم كلكم واقودكم في الاعلام. قويه هذه، قويه. ايه انا ابو فهد. اي ونعم معروف. فصل ما عاد بقى الله انت وجهك تقودنا. انتبه، حطها في بالك ابو فهد وساكن في شارع 60. انتبه
يا ويلك ولا ان غلطت مرتين ثانيه ما عاد بقى لاهي اقودكم روح قود نفسك بلا خرابيط فاهمه هو لا تفهمني انا افهم الموضوع انت فاهمه المنتبخ ذا فاهمه انتبه عن الغلط وش ذا البثر يا ولد جعلني ما اطلع معه حبيبي عامر انا عارف انك تصفقه بس ما شفت شيء تفضل شوف ابو فهد انت مع او ضد الخصخصه الخصخصه الحقيقيه نعرفها في اوروبا بول ببقى ياخذ 100 مليون يورو زين اما خصخصتهم في انديتنا في ذا وش وما تجيب ولا 30 مليون صاحي انت وش خصخصه وما خصخصه وما خصخصه ما نبي هالامور دي لا معليش معليش ابو فهد معليش يعني انا رجل احترمك الى قبل ما تقول الجمله هذه يعني انت في مكان محترم ومع ناس محترمين انت تغلط علي ليش اذا مو عاجبك نطلع محور ثاني انت تغلط علي ليش انا ما غلطت عليك انت تغلط علي ليش يا جماعه انا ما غلطت عليك انت تغلط علي ليش ابوك النشبه نشبله لا الحين شوف التحفه الثانيه الحين شوف وانا يا جماعه الخير عشان الاوضاع هذه كاتب لكم خاطره اتمنى انها تنال على اعجابكم اقول راحوا اللي راحوا بس ليتهم ما راحوا لانهم لما راحوا ما علمونا انهم راحوا وش ذا يا ولد انا الحقيقه ما عمري شفت نادي عنده ادارتين اداره في العريجه واداره في شارع الجامعه واقولها وبالفم المليان ولا فكرت باطلق شنب هلالي ليه زعلان عشان الهلال دق روسكم الهلال صاحب 56 بطوله انت منه هو عشان تتكلم بالهلال الهلال تاريخ يا ابن الحلال وش تاريخه انا عارف تاريخ الهلال وش تاريخ الهلال ها ترى فرع من المركز الرئيسي من نادي الشباب ايه ترى فرع اي تاريخ وما تاريخ دحين انت ما تبغى تعترف بطولات الهلال ها وناسي بطولاتكم المشبوهه يا دلهوم روح يا شيخ بلا كلام فاضي حبيبي احنا العالميين اول فريق خليجي واسيوي العالميه صعبه قويه خلونا من الهلال والنصر وخلونا ندخل على محور العويس العويس مختفي يا جماعه اين هو العويس كلم امه وبشركم طيب وبخير ولا في الا العافيه يهو يهو العويس امه ميت الهلال يقلي الهلال يقلي قسما بالله مبزره كل دقيقتين متهاوشين ما عليك فيهم بكره باذن الله نطلع ونوريهم اصول الحوار الراقي والمثالي والمميز الذي يسبهل منه الشعب السعودي باسره اتحداك يا الزعيم يلا مشينا ما يبديها يا ولد نبي ندزها للحلاق هات الروك اه حبيبي ضبطت الكوي من اروع ما يمكن كويت كوي ووصيته بالذات على الشمال يبخ يبخ بيخ بخ بخ في رشاش شو اسمه نشا لين صار زي الكرتون كفو والطاقيه كويتها وشي طاقيه كويتها يا اخي الطاقيه ما تنكوي الطاقيه على طول تلبسها يلا يا ياسر عشان نخش مود الحلقه كده ونعيش الجو شغل نشيد الاتحاد نعم نشيد مين الاتحاد شغل نشيد الملكي يا شيخ سري لك انت ونشيدكم هذا سارقينه من مركز صيفي سارقينه من مركز صيفي سارقينه من مركز سارقينه من بيتكم طيب يا عيال انا وش اشغل انت حضر وانت ساكت اها تبونها كذا طيب انزل انت وياه يلا نمزح معك وش بك يا صاحبي هشوه توقعت جد يعني انا حبيب اسفين على التاخير طال عمرك يا اخي ايش فيكم تاخرتوا اخذت ابوها ازدعام شديد ابوها السنه ورا بعض تقال كانها صبحه رد انا جده اللي بعد عنا بقاجه اكيد يبي جده لان الطحلب والطحلب ما يترك البحر ايش رايك بجوهم طال عمرك مو من الاهلبيين بالعكس هذا اللي احنا نبغاه هذه اللهلبه اللي نبغاها ابغاكم الان تدخلون على الهواء مباشره ابغى نفس الجو نفس الرتم يا طحلب الحين أول ما يبدأ البرنامج وش نقول؟ قل أي شيء واللي قاعد تقرأه ذا وشو؟ ورق أبيض ما في شيء أتحداك يا السبق يعني تغش المشاهدين؟ يا حبيبي إحنا عندنا وقت بث لازم نعبيه بأي كلام أي شيء فيه هواش هلال ونصر من هو أسطورة الكرة السعودية عن عدد بطولات الأندية أي شيء فيه هوشة كذا قله
اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم الفساد الرياضي. الحقيقه الاستاذ ياسر قبل ما ندخل على الهواء قال لي انه عنده مداخله، فحاب ابدا فيك استاذ ياسر تفضل. في الحقيقه اليوم قريت خبر ان ماجد عبد الله اسطوره الكره السعوديه راح يشتري نادي النصر اذا تمت الخصخصه. اسطوره الكره السعوديه يوسف الثنيان، تستهبل انت تستهبل. اوف هذا تصريح خطير يا استاذ ياسر. بشهادة الكل ماجد عبد الله هو أسطورة الكرة السعودية. بشهادة النصراويين فقط ولا؟ ها دوري صحيح اعترض. يا شيخ اسكت انت أسطورتكم ذا جحفل اللي صجيتونا فيه. جحفل يا ما صيحكم وسهركم الليل يا ورع ولا لا؟ اعترض. تعترض جحفل يا ورع. صحيح. عشوة. يعني ايش قال جحفلي؟ طلع الحبيب هو. هذا عامر يا شباب ولد عديلي ابو عامر. يا اخي هذا رايك خرابيط ولا يمكن احترمه. ايه لا تقول خرابيط يا تافل، الان ادوس على وجهك هنا. استهدي بالله استهدي بالله. ما تشوف انت طلع الحبيب وراه ناقص كندي. ازعجتنا كله عامر وعامر واخرته مناقز ومهاوش. والله هذا شيله ليش يقولون من هذا ولدي؟ اترك ايدي يا اخي. هذا عامر اول مره اشوفه بس والله انه جلاد. يا حبيبي اي جلاد، هذا ما عنده سالفه. يا اخي اسال نفسك ليش نادي الهلال نادي مكروه؟ كله من مجامله التحكيم واللجان. اي ما سالت نفسك ليه؟ لانه يجلدهم يلزخهم ثلاثه اربعه خمسه كل سنه ياخذ بطوله، صح ولا لا؟ فك جاب طاري الهلال فكري عليه. اتركه خلى صفقه. اقول اتركه. لا جاب طاري الهلال اتركه. ايه بعدي. يا كابتن الاتحاد كان متفق ومخلص مع ياسر القحطاني، والمطنوخ كان مجتمع معاه في مصر. شفنا الجبطر ياسر. اتركه. ياسر القحطاني هلالي زعماوي عاشق للهلال، ناسي انه ضحى ب 20 مليون ريال عشان الهلال، ناسي ولا لا؟ اقول ترى اذا ما عقلت ابغى افقع وجهك بالكاس، تفهم ولا ما تفهم؟ قوية يا ابوي تدخلات كامل. حبيبي طيب لا تقعد مخلصها الحين انت وراطمك. لا يابا هذه صفاح. اذكرك يا تعبان اذكرك. نسيته يوم كالون جاء المطار الرياض وقمت مخطفته يوم جاي وقع للهلال. وين الشرف؟ وين الامانه؟ ما يستاهل. فكر يا شيخ. يا جماعه هذا تاريخ ولازم يتوثق. اليوم ما احنا مقفلين الهواء لين نوثق التاريخ. اقول له اقعد جيب لنا قلم قديم يطلعه. قوية ما لها حل والله. سامج وما في اسمج من الا انت يا رطف. والحين بالله هذول تسميهم اعلاميين؟ نعم تمعني تاني من الاتحاد قبل جدة. اتوكل على انت فريقك. يلا برا الاستوديو اطلع برا. يا كابتن احنا ابطال اسيا وبطولاتنا اكثر من بطولاتكم. يلا يا واد احنا ملكي ملكي. يقول ملك الدوك تحية فاهم ولا لا؟ بلون فريقك هذا الاصفر والاسود يا رصيف. يا ابوي تعال اقنعني ولا بطوله اسيويه وتقول لي كبير جدا. كابتن وصلنا نهائي اسيا مرتين اثنين لكن الله ما كتب، لكن بقدره قاتله الثالثه ثابته باذن الله نحرق قلبكم حرق. ما معاك يا كابتن. اوف يا عيال الوقت متاخر انا بمشي والله. الله يستر عليك. من جد ذولي ليلهم طويل وما وراهم شيء. الله يحفظك. لانه يجلد ثلاثة أربعة خمسة. ذا الشعب مهبل ما بدهم يصممون وينشرون. شوف تبادل اتهامات بدون ادله وشتم واسفاف امام الملا، وش تنتظرون من المجتمع؟ يقدركم يحترمكم؟ يا طويل العمر يا طويل العمر، هذه تندرج تحت مسمى الاثاره الرياضيه لا اكثر ولا اقل. اثاره؟ عجيب والله، لكن الشر مو عليكم، الشرع اللي أعطاكم فرصة للظهور على الإعلام وخلى الحبل على الغارب. شوف
وديتي.